سعيا للحفاظ على صحة المواطنين وحظر بعض المواد الغذائية المعلبة، قامت الإدارة المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية لعرض واعتماد المختبر الذي يضم معامل تحاليل المواد الغذائية للتأكد من صحة جودتها قبل استهلاكها. مناسبة ترأسها وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني غيانغ سواري بحضور وزير الصحة العامة ووزيرة الصناعة والتجارة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الخاصة. وافتتح المناسبة المدير العام لمركز مراقبة جودة المواد الغذائية جيلين نومباي إندوتوميا أناكالي، أشار إلى أن هناك العديد من المخاطر الصحية التي تسببها بعض المواد الغذائية، خاصة لحوم المواشي التي تذبح دون فحوصات طبية. لذا ينبغي علينا الاعتماد على نتائج الخبراء الفنيين في مجال الأغذية للحفاظ على صحة المجتمع. أما وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني غيانغ سواري قال إن الثروة الحيوانية تعتبر ضمن مصادر الدخل القومي، لكنها تحتاج إلى رعاية صحية للاستفادة منها وضمان صحة السكان وسلامتهم، مؤكدا أن الحكومة التشادية بقيادة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بذلت جهودا كبيرة من أجل القضاء على المشكلات المتعلقة بالأغذية ومراقبة بعض المواد الغذائية والمشروبات المستوردة، كما شكر جميع شركاء البلاد والمانحين لقطاعي الثروة الحيوانية والصحة العامة. وبعيد المناسبة، قام الوزير غيانغ سواري ووزير الصحة العامة محمود يوسف خيال، إضافة إلى وزيرة الصناعة والتجارة أشتا جبرين سي، قاموا بزيارة إلى قسم المختبرات والتحاليل الغذائية للتعرف على نوعية المعامل ومهمتها المتعلقة بمراقبة جودة المواد الغذائية لتجنب المخاطر الصحية التي تأتي بفعل المواد الكيماوية في المأكولات المصنعة.